لازم بقى نخش في تفاصيل حياته عشان نعرف حاجات كتيره منه. كابتن علي قول لي ايه رايك، مين اللي اكتشفك في كره اليد؟ اللي اكتشفني في كرة اليد هتنسى؟ لا مش هنسى طبعا، هو كابتن سيد امين. كابتن سيد امين هو اللي شافني اللي انا ممكن يبقى فيه موهبة. كان في كابتن سمير الجزار عدى عليا، كابتن عمر عطية، كنت كلها بلعب معاها. كابتن ممدوح سليمان، كابتن ممدوح سليمان كان هو مصر عليا، يعني كان شايف ان انا في حاجة حاليا ولا ممكن العب في حاجة تانية خالص. ده في النادي الاهلي يعني. كابتن عبد المعطي له فضل كبير جدا 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 عليا، اللي هو خدني من الشباب الناشئين طلعني فريق اول، يعني كنت بلعب ناشئين وشباب وفريق اول. منتخبات كابتن عماد ابراهيم خدني في منتخب 90. كابتن عاصم سعداني طبعا له فضل عليا كبير جدا. كابتن عاصم سعداني يعني قبل كاس عالم الشباب يعني كان مصر عليا. وانا كنت فاكر والله، انا كنت ساعتها كنت في جامعه، وكنت كنت في اولى جامعه، وكنت بقول له عندي امتحانات ومش عارف ايه، كان بياخدني كده يقول لي انت مكانك في الملعب، هتروح تمتحن وكل حاجه، بس انت خريج يعني ده تربيه رياضيه. تربيه رياضيه، تربيه رياضيه. كانت لازم تربيه رياضيه، وكنت ممكن املك في حاجه تانية في الحياه؟ لا يعني كان املي ادخل حقوق، بس كانت مستصعب الموضوع شويه. مستشار يعني بابا كان نفسه حقوق حقوق، ولقيت الموضوع صعب. دخلت حقوق جامعه حقوق خاصه كده، حقوق بيروت في اسكندريه اول سنه، بس لقيت الموضوع مستصعب. على طول كان طبعك رياضي تماما؟ تماما، تربيه رياضيه. نفسي مستريح بصراحه، الدكاتره كلها يعني ساعدتني، كانوا واخديني حاله استثنائيه، اللي هو في الامتحانات والكلام ده كله كان في الحضور، لان انا كان دايما عندي منتخبات، عندي تجمع في منتخبات، فالناس بصراحه كانت واقفه معايا جدا. فانا كنت مبسوط جدا في التربيه الرياضيه، وتخرجت منها مبسوط، خلصت 4 سنين في 4 سنين. و لو قلنا، لو دخلنا شويه كمان شويه في التفاصيل، مراحل مهمه في حياتك، دايما عندك انجازات واخفاقات في حياتك، ومراحل مهمه ونقط مضيئه في حياتك، وكانت في نقط فيها اخفاق. نخش الاول في الاخفاقات. اي وقت كنت حسيت ان في اخفاق عندك؟ اول سنه طلعت الدرجه الاولى ما كسبناش الدوري، كسبنا الكاس مع كابتن عبد المعطي، كانت في مرحله تجديد، بس كان نفسي نكسب الدوري وما كسبناش الدوري. خسرنا ماتش فما كسبناهوش، دي كانت حاجه برده كانت مضايقانا. بعد كده كابتن افريقيا، احنا قعدنا لعبنا بطولتين افريقيا خسرناهم. كنت لسه اول سنتين ليا، ده كان نفسي نكسب بطوله افريقيا، لانها كانت بقى لها فتره وما دخلتش النادي الاهلي لفتره طويله. دي كانت الحاجه مش حلوه خالص. بطوله بحر المتوسط مع منتخب الناشئين، وصلنا لحد فاينل وكانت انجاز، ولعبنا مع اسبانيا وخسرنا. ده كانت بالنسبه لي اخفاق. في نفس الوقت انا خدت احسن لاعب في البطوله، بس يعني خسرنا البطوله يعني ما كانتش فارقه، خسرنا بطولة. يعني تاني ده مركز تاني وحلو وكل حاجة متوسط، بس خسرنا بطولة.